محبون إلى الجنة. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: نحن خزان علم الله وورثة وحي الله وحملة كتاب الله، طاعتنا فريضة وحبنا إيمان وبغضنا نفاق، محبون في الجنة ومبغضون في النار. خلقنا ورب الكعبة من طينة عذب لم يخلق منها سوانا، وخلق محبون من طين أسفل، فإذا كان يوم القيامة ألحقت السفلى بالعليا، فأين ترى الله يفعل بنبيه؟ وأين ترى نبيه يفعل بولده؟ وأين ترى ولده يفعلون بمحبيهم وشيعتهم؟ كل إلى جنان رب العالمين.